Rising Giants Network. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حياتنا كورة ونقاشنا قضية الأسبوع كل يوم خميس. أكيد كثير منكم شافوا الانتشار الرهيب لتقييم إحدى التطبيقات للاعبين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، واللي أظهر إنه ليروي ساني حصل على 8، نيمار حصل على 6 تقريبا، وكأنه ساني كان نجم اللقاء ونيمار كان اللاعب السيء، في حين اللي شاف المباراة بيعرف إنه نيمار كان فعلا مصدر إرهاق، مصدر توتر، مصدر تعب لبايرن ميونخ في كل لحظة، وساني قام بلقطتين أو 3. لكن هذا التقييم جاء سيء، لأنه بيعتبر أنه إذا بتضيع فرصة سهلة بينخصم منك نقاط فعملها، لأنه بيعتبر أنه لما تراوغ 10 مراوغات 7 منهم صحيحات وممكن مواقف خطيرة وتفتك الكرة منك 3 فأنت 7 من 10، في حين لو راوغت مراوغتين بس صح فأنت تعتبر 10 من 10 في مجال المراوغات. هذا الشيء نفسه خلينا نرجع لإحصائيات المباريات اللي عم بتصير. لما تشوف 33 تسديدة وتجيب هدفين وتشوف 4 تسديدات وتجيب 3 أهداف، خلينا نرجع لنفس النظرية دايما. ما في شيء اسمه تقييم لاعب بالأرقام، في شيء اسمه تقييم لاعب بالنسبة لمدربه، بالنسبة لنتيجة فريقه. يعني أنا شو الفائدة أني أعطي لاعب 10 من 10 أنه راوغ اللاعبين طول المباراة ويكون مدربه طالب منه ما يراوغ ويمرر للاعبين، شو فائدتها؟ فالتقييم أساسه تقييم فني من حيث المدرب، من حيث محلل أداء فريقه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، شو فائدة كل هذه الأرقام من دقة التمرير وكل هذا الشيء إذا أنا ما شفته بعيني تمريرة، إذا ما أنا عرفت أنه والله فلان مرر تمريرة صحيحة لكن كان الأفضل يمررها للأمام وكان ممكن زميله ينفرد، بدل ذلك مررها تمريرة صحيحة. هذا الموقف فعليا مر فيه ساني، وقف وكان بإمكانه يمرر تمريرة صحيحة جدا تخلق فرصة، لكنه مرر تمريرة صحيحة أخرى بلا خطأ. فشو هذا الشيء اللي ممكن تقيمه؟ خلينا نحكي ببساطة، مهما حاولت الأرقام بهذه الفترة تنتشر تتطور، فإنه مفهوم البيانات، مفهوم الأرقام وتحليلها ما زال في بداياته، وما زالت عينك هي أهم شيء في الحكم على كرة القدم. كنت قبل فترة بتحدث مع أحد محللين أداء منتخب بلجيكا اللي بيعتمدوا على البيانات والذكاء الاصطناعي، فسألته بتتوقع يوما ما هيك بعد 10-20 سنة نشوف مدرب ذكاء الاصطناعي، يعني نشوف سيري مثلا مدربة ريال مدريد، ولا نشوف أليكسا مدربة بايرن ميونخ، بما أنه هدول آليات ذكاء اصطناعي موجودين؟ قال لي مستحيل، مع أني أنا مؤمن بذكاء الاصطناعي وأنا عالم ذكاء اصطناعي. فكان سؤالي ليش؟ فقال لي ببساطة أنه دائما المدرب اللي بيفهم كرة وبيحس بمشاعر اللعيبة حيكون دائما قادر يشوف أفضل من البيانات والأرقام. صح، بيانات مهمة بتفيدك بتحللك، لكن لا تعني شيء إذا استغنيت عن عينك بالرؤية. يعني المشكلة الأكبر إنه كثير في تقييمات لاعبين بتنتشر على مستوى 30 مباراة إحنا حاضرين منها 5 مباريات، فبيجي واحد بيقول لك هذا تقييمه 8.2 بناء على تطبيق فلان، لكن تطبيق هذا هو نفسه اللي أعطى ساني 8 وأعطى نيمار 6. فصعب جدا تحكم على لاعب بس بأرقام، والأهم من ذلك صعب جدا تعطي تقييمه قبل ما تفهم استراتيجية فريقه. وللعلم، صح بنسمع عن شيء اسمه بيج داتا أو البيانات الكبيرة اللي بتستعملها أندية كرة القدم في البحث عن لاعبين ومواهب. في بعض الأندية انهوست في ذلك وبدأت تشتري على الأرقام، وتفاجأ إنها لما تجيب اللاعب وتحاول تطبق أرقامه مع أرقام فريقها ما عم تزبط، مع إنه كل المعايير الرقمية عم بتقول حينجح، حيكون فلان الجديد وفلان الجديد وفلان الجديد، لكن لما يجي أرض الواقع بيطلع بعيد كثير عن التوقعات، لأنه ببساطة في أمور أخرى في كرة القدم لازم تنتبه لها. فصاروا لابد يسألوا عن بيئة اللاعب، عقلية اللاعب، طموح اللاعب، نظرة اللاعب في الحياة. مش منطق تجيب لاعب شايف كرة القدم شيء ممل تخليه يلعب معك، أو مش منطق تجيب لاعب كل همه أنه يستثمر ويعمل مشاريع برا وبكرة أول ما يأمن هاي المشاريع يبطل فارقة معاه يكمل كرة القدم. فبضل دائما في جوانب شخصية، بضل دائما في جوانب نفسية، بظل دائما في جوانب العلاقة بالناحية الثقافية للاعب، مهم جدا لما تيجي حتى تحكم على مستوى وقدراته ليتلائم مع فريق آخر. ما بحكي الأرقام مش مهمة أبدا، لكن كل محلل أداء حكيت معه، يعني محلل الأداء أصلا مهنتهم قائمة على هاي البيانات، لكن كلهم بيجمعوا إنه كل ذلك بظلوا دائما ناقص لعند ما تعرف اللاعب شخصيا وتعرف هل طبق الأفكار المطلوبة منه، وإلا إنه واحد جاي يعيش لحاله ضمن فريق. هذا أخطر بكثير من لاعب متوسط المستوى بيطبق
تعليمات المدرب. نوصل هون لنهاية قضيتنا. كنت معكم أنا محمد عواد، والسلام عليكم ورحمة الله.